عبد الله بن جحش هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين. نوع عبد الله بن جحش الأسدي. أسلم عبد الله قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة. الهجرة إلى الله ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض من ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر معه أهله وسائر بنيه، فلما إن خرجوا من مكة حتى بدت ديارهم حزينة كئيبة، ولم يمضي غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من يرحل عنها من المسلمين ومن بقى منها، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة، فنظر عتبة إلى منازل بني جحش أنها أصبحت ديار خلاء تبكي أهلها، فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش ما صنع أبو جهل بداره ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فضابت نفس عبد الله وقرت عينيه. ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبده في هجرته الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء الله أن يتعرض لأقصى امتحان عرفه في حياته وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. انتدب الرسول صلوات الله عليه وسلامه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته وأعطاه كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين، فلما انقضى على مسيرة السرية يومان نظر عبد الله في الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم. وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال: سمعا وطاعا لنبي الله. ثم قال لأصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم: سمعا وطاعا لرسول الله، إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة وطفقوا يجوسون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش، وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزيوت ونحوها. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقال: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا، وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحد منهم وأسروا 2 وفر الرابع من أيديهم. استقى عبد الله بن
جحش وصحبه الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه استنكره أشد الاستنكار وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وإن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه وأيقانوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا، إن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم كلما مروا بهم، وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل. فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسأل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير وبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن صنيعهم وأنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك قرآنا، فلا تسأل عن مدى فرحتهم. وقد طفق الناس يقبلون عليهم معانقين مبشرين مهنيين وهم يتلون ما نزل في عملهم من قرآن مجيد. فلقد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخراج أهله منه أكبر عند الله. فلما نزلت الآيات الكريمات طابت نفس الرسول صلوات الله عليه وسلامه فأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقع في أيدي المسلمين، ورايتهما أول راية عقدتها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين، ثم كانت بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان عبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص قصة لا تنسى. قال سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقياني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فدعوت فقلت: يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك ويقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وأن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله ودعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فوراهما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معا في قبر واحد. العبرة: عبد الله بن جحش رضي الله عنه علمنا في القصة بتاعته إن الإسلام هو تضحية وإن للجنة مهر لازم يدفع، وسيدنا سعد بن أبي وقاص كان طموحه أن يقتل المشركين نصرة لدين الله، أما سيدنا عبد الله بن جحش كان عنده وجهة نظر تانية إن أنا عايز أقدم لربنا أغلى حاجة عندي، وهو فاهم الإسلام إنه تضحية، تضحية بالنفس والمال، وعشان كده هو ما شافش راحة خالص من ساعة ما أسلم لغاية ما مات، وهو هدفه هو إنه هيدي الإسلام، هيدي ربنا، عايز يدفع ثمن الجنة، عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فما كانش عنده أي حظ نفس خالص، كل هدفه هو إنه يدي ربنا أغلى حاجة عنده. وده حال المؤمن الصادق دايما، إنه
بيحب يدي ربنا سبحانه وتعالى أغلى حاجة. وإحنا بناخد الدروس الصحابة إحنا بناخدها عشان كده، عشان نفهم دين أكتر، عشان القرآن والسنة يعني شوية عايزين فقيه وعالم يقدر يستخلص منهم العبرة والحكمة، لأن القرآن زي ما أنتوا عارفين ما النبي صلى الله عليه وسلم ما فسروش كله، السنة برضو متفسرتش. فالتفسير يعني ده حاجة متنظرة، يعني تفسير القرآن والسنة موجود في السيرة عملي. تشوفي السيرة وتشوفي حال الصحابة، تعرفي تفهمي أكتر القرآن والسنة، تفهمي إمتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب وإمتى كان بيصالح، إمتى كان بيغضب وإمتى كان بيرضى، وإزاي كان بيتعامل، وإيه خلق الإسلام في الحرب وفي السلم، وإيه النية اللي المفروض تكون موجودة جوه قلوبنا، وإيه الاعتقاد اللي المفروض نعتقده. يعني أنا من وجهة نظري كده إن السيرة والعلم اللي جانا من حياة الصحابة هم دول الناحية العملية. يعني اللي هيقرأ السيرة ويقرأ حياة الصحابة عمره أبدا ما هيحس إن هو متلخبط أو مش فاهم أو كده. إحنا بسبب تقصير في الحتة دي إحنا بنتوه ونبقى مش عارفين الصح من الغلط فين، مش عارفين يا ترى حماس دي إرهابية ولا هي اللي جابت المشاكل للفلسطينيين، ولا هي فعلا مقاومة، ولا هم تصرفوا صح ولا تصرفوا غلط. طب اعتراف بإسرائيل ده صح ولا اعتراف غلط؟ طب ما إحنا بنقاتلهم، طب هم أقوى مننا، طب نتصرف إزاي، طب أنا إيه اللي المفروض أقدمه، طيب أبيع ذهبي وأتصدق بيه ولا ما بيعهوش، ولا أخلي فلوس دي لأولادي، ولا أعمل إيه. يعني عارفة أنت اللخبطة اللي إحنا بتدور في دماغنا ده، ولما بيحصل زلزال ومسلمين بيموتوا فإحنا بنقول لي يا رب، وكل ده مش إحنا مش فاهمين الإسلام صح. وسبحان الله الصحابة دول جيل فريد ما مش هتكرر تاني. ليه مش هتكرر تاني؟ مش بس عشان الأعمال البطولية اللي هم عملوها، لا عشان هم محدش قال لهم أصلا يعملوا كده. هم الإسلام دخل على فترة سليمة، وبركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإخلاصه في الدعوة دي الثمرة بقى، دي ثمرة إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام، دي بركة صبره وبركة أخلاقه. ربنا زي بتقولي كده بارك في دعوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق طيب النفس، اختار الآخرة من أول يوم قبل ما ينزل عليه الوحي في الغار. فالفطرة النقية مع العلم اللي جاله عن طريق الوحي داله صدق على صدقه، ودوت بارك في دعوته. شو كده كنت بقولك ايه السبب في ان في مشايخ كتير بس الالتزام ضعيف؟ بسبب للأسف ان كتير من المشايخ ما فيش نية 100% كويسة. بسبب ايه بقى؟ بسبب التجارة بالدين. هي هو ده السبب. بسبب ان انا استخدمت الدين كسلعة ببيعها، مثلا كتاب في الدين بيتباع، تحفيظ قرآن بيتباع، مثلا شيخ يجي يدي محاضرة في مسجد خد له فلوس، واحد بيصلي التراويح بيصلي بفلوس، هو ده السبب. طبعا في مشايخ كتير بيبيحوا دوت وبيستدلوا بدوت على انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير ما اخذتم عليه اجر هو القرآن. والله انا ما اعرفش هما جابوا الفهم ده منين، لكن والله انا من وجهة نظري يعني الله اعلم، لان هي ما حدش فسره، ده تفسير فردي كده مفيش اي دليل على اللي هما بيقولوه ده. مش الاجر هو الاجر المادي، الاجر هو الاجر الثواب. يعني افضل ثواب ممكن تاخديه هو ثواب التعلم القرآن وتحفيظه، ده اكبر ثواب ممكن تعمليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم خد فلوس على دعوته؟ هل سيدنا مصعب لما راح عشان يعلم الصحابة في المدينة هل خد فلوس وأجرة على تعليم الصحابة؟ لا لم يذكر، ولو كان خد كان هيتقلنا. والاستشهاد بقى باللديغ اللي هو الصحابي اللي عالج واحد لديغ بتلدغ بعقرب، ده استشهادهم، ده دليلهم يعني من السنة. ايه العلاقة دي؟ رقية، رقية دي علاج، ما عملش حاجة، وكان بيقرأ على الفاتحة ويدفل عليه خلاص خلصت زي الطبيب بالظبط. انما في نهي عن اخذ الاجره في الدين بالقران، اقرا كده هات القران كده، تلاقي كل الانبياء بيقولوا لا نبتغي اجرا ان اجري الا على الله. ده حال الداعيه يا جماعه، الداعيه ما ياخدش فلوس على ايه؟ على دعوته. لو لقيتي داعيه بياخد فلوس على دعوته وبيستغل الدعوه في نوية يكتسب، دعوتك والله ما ليها بركه. وين كل الناس اتحجبت وين كل الناس صلت، والله برضو ما فيها بركه. ليه؟ هنفترض مثلا الاسلام 10 بنود، اذا طبقنا 9 لا لسه، بس ودخوله في السلم كافة. لازم الإسلام يتاخد كله من أول للآخر، لازم العشرة فعش 9 لا، لا يقبل 9. طيب يعني مش 9 أحسن من 1؟ لا. طب إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما في بيعة العقبة، مش فاكرة الأولى أو الثانية، كان حد من اللي هما داخلين في الإسلام يعني بيبيعوه، وهو بيبايع قال نبايعك على كل شيء من اللي انت قلت عليه إلا أن نحارب الروم، مش هنقدر عليها، دي جامدة دي علينا فمش هنعملها. ها
هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جزاكم الله خيرا ويعني هاتوا من الدين ما استطعتم وكده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض بيعتهم، لان هم لازم يا جماعه قول ربنا سمعنا واطعنا في كل كلمه. يعني لو اعترضتي 1% لا تقبل 99%. حطي دي في دماغك، ندخله في السلم كفة، يعني في الإسلام كله. يعني لازم تكوني عندك قناعة بالقرآن كله ومصدقة كله وبتحبي كله ومتبعة كله. سمعنا وطعنا يعني إيه؟ سمعنا وطعنا إيه لو أنت بتختاري من الدين اللي على مزاجك؟ فاللي عايز يتعلم الدين يقرأ عن الصحابة، هتعرفي الصحابة كانوا فاهمين الإسلام إزاي. وكل صحابي إحنا بناخد منه حاجة، فكل مرة بناخد فكرة كانت موجودة في دماغ الصحابي ده. فسيدنا عبد الله بن جحش بيكلمنا على التضحية بقى، بيقول يا جماعة الإسلام يعني ضحي بأغلى حاجة عندك. هو في الأول ضحى بماله، ساب بيته وساب فلوسه وفر بدينه. يا ترى إحنا بنعمل كده ولا بنقول أصل إحنا معذورين وهنعمل إيه؟ طيب وبعد كده؟ وبعد كده ضحى بنفسه. طيب مش يموت خلاص في سبيل الله؟ لا، ده انا عايز اتقطع في سبيل الله، مش عايز اموت في سبيل الله. ايه بقى ده؟ هو طموح. ما هو احنا نفوسنا مش كلها زي بعض، فينا ناس طموحة عن غيرها. هو عايز يقول ربنا شوف انت دي غالي عليا لدرجة ان انا جسمي مش فارق معايا. فيا جماعة اللي عايز تفهم الدين شوفي الصحابة تفكيرهم كان بيبقى ازاي عن الدين، وحاولي توصل الحتة دي، لان هو ربنا يعني بيقول لنا دول قدوة فبه مقتده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني احسن ناس هم الصحابه، بهم نقتدي. اللي عايزه تدفع ثمن الجنه تقدم اغلى ما عندها للاسلام. والله اعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.